الورشة نثبت على تدارس كل القضايا المرتبطة بالمرأة وبالأسرة، سواء خاصة كل ما تحتاجه مدونة الأسرة في اعتقادنا بعد سنوات طويلة من الممارسة القضائية، من تجويد ومن تنقيح ومن إصلاحات. فوجئت بشكل إيجابي بمستوى النقاش بين مناضلات التجمع الوطني للأحرار من كل جهات المملكة والسيدات والسادة الخبراء، كل عبر عن تصوراته، وكان الكل حريصا على أن يظل النقاش في إطار التوافق الوطني وفي إطار البحث عما يحسن ويطور المدونة اعتمادا على مقاربة الحزب وإيمانه بقدرة الاجتهاد الفقهي في إطار الدين الإسلامي الحنيف على معانقة كل الطموحات الحقوقية وكل التطلعات الإصلاحية التي تنشدها المرأة المغربية والتي ينشدها المغاربة لتطوير مدونة الأسرة، تمكين الأسرة المغربية من التأمين من التحصين القانوني والتقوية القانونية في أفق السعي الجماعي نحو تحقيق المساواة، نحو تحقيق المناصفة التي كرسها دستور المملكة. وعي جديد يعبر عن نفسه بأصوات نسائية خاصة من مغرب العمق، حيث عبرت المناضلات عن معاناة المرأة المغربية في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الأقاليم النائية. الأساس هو أن هذه التعبيرات رغم الحرقة التي تسكنها تمت بإيجابية شديدة وبإيمان بقدرة الحزب على الإسهام الإيجابي في هذا النقاش الوطني الذي أمر به جلالة الملك، وحرص مناضلاتنا وأطرنا على أن يكون هذا النقاش حريصا على بناء اجتهادات مميزة وحريصا أيضا على صيانة التوافق الوطني الكبير، وحريصا على استمرار تمسكنا الجماعي بأهداف الدين الإسلامي الحنيف.